أجمل مثال لهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر مثالا لمسألة اللين والغلظة، وأن الأصل اللين، ولكن قد يحتاج الداعية إلى شيء من الغلظة للحاجة. قال: المؤمن للمؤمن كاليدين. بمعنى يا إخوة، المؤمن محتاج إلى أخيه المؤمن أن يدعوه، أن يذكره، أن يعظه. اليد الواحدة ما تستطيع أن تغسل نفسها، لكن باليد الثانية تغسل إحداهما الأخرى. المسلم للمسلم كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى. والأصل أن الإنسان يغسل يديه برفق، لكن انظر ماذا قال: وقد يحتاج الوسخ إلى شيء من الدلك. أحيانا تأكل شيئا فيه شحم، فيه سمن، فيه كذا، فيبقى في اليد، إذا غسلت برفق ما يزول، فتحتاج أن تدلك بقوة. وهكذا أنت مع المؤمن.